جديد على إذاعة صوت العرب من أمريكا. صباح الخير عرب أمريكا مع نسرين حلس، هاشتاج صباح الخير أندرسكور عرب أمريكا مع الزميلة العزيزة نسرين حلس الإعلامية، نسرين رئيس تحرير التنفيذي ومدير مكتب الولايات المتحدة الأمريكية في موقع إيجيبت بوست، وأيضا مديرة مكتب وكالة أخبار المرأة العربية في الولايات المتحدة. صباح النور نسرين من أوكلاهوما انضمت لنا. صباح النور ليلى عليك وعلى مستمعينك جميعا في كل مكان. صباح النور لعليك نسرين، وطبعا هذه الفقرة جديدة على مستمعين صوت العرب من أمريكا. لماذا أصبح اليوم نسرين من المهم أن نتواصل مع الهاشتاج وتويتر ومشاركات عبر التواصل الاجتماعي برأيك؟ أولا ليلى أنت تعرفي أنه يجب أن يكون هناك تفاعل، لأننا نستمد تفاعل الحدث سوري نستمد التفاعل من خلال تصاعد الأحداث على السوشيال ميديا، واهتماماتنا بالمواضيع تكون من خلال التفاعل الذي يحدث. كما تعرفين أن الميديا اليوم أو السوشيال ميديا أصبحت ضرورية، فهي فرصة للتفاعل مع الناس مباشرة ما قد ينشر الخبر أو الحدث بطريقة سريعة جدا، ربما لم تتخيلي أنها قد تكون أسرع من الميديا نفسها، تعطينا نستمد منها هي أهم الأحداث، ربما نستمد منها جميع الآراء، قد تكون آراء سلبية قد تكون آراء إيجابية، ولكنها في النهاية توصلنا إلى المعلومة التي نريدها وربما توصلنا إلى معلومات أكثر مما نريد. نسرين تتفقين معي أن العالم اليوم أصبح هاشتاج، يعني عندما نريد أن نصل معلومة تصل معلومة إلى معظم العالم يعني في مدة قصيرة جدا، نطلق هاشتاج على موضوع أو قضية نتبناها وتنتقل هذه يعني أسرع من الصوت، أسرع من خليني أقول لك الإذاعة التلفزيون البرنت وكل وسائل التواصل السمعي البصري وأيضا المرئي. هذا الموضوع خطير جدا، يعني التفاعل الآن على حلقات التواصل الاجتماعي هو يعني بحد ذاته مثير للاهتمام حقيقة ليلى. يعني لك أن تتخيلي فقط أطلقي هاشتاج وسترين ردود الأفعال، ربما هنالك من يوافق هذا الرأي، ربما هنالك من يختلف في هذا الرأي، ربما لمن لديه رأي آخر. يعني تستطيعين أن تري أن في الميديا التفاعل قد يكون من خلال برنامج بسيط، ربما تفتح لساعة أو لساعتين، ربما يعني تعدي في رد الأخبار في اليوم التالي، لكن على السوشيال ميديا الخبر أسرع من سرعة البرق حتى وليس الصاروخ، أسرع من البرق تماما. أطلق الهاشتاج، أطلق الهاشتاج وستطلق. هاشتاج نحن اليوم معك نطلق أول هاشتاج نسرين، هاشتاج صباح الخير عرب أمريكا مع الإعلامية نسرين حلس، نتمنى أن نستمر بهذا الهاشتاج حتى يأخذ شعبية وتواصل معك إن شاء الله صباح كل يوم اثنين. ما هي الأكثر هاشتاج تداولا في أمريكا أولا نسرين؟ ليلى لم تصدقي أن هنالك هاشتاجين متناقضين هم الأكثر تناقلا، ربما ليس فقط أمريكيا وعالميا. أولا الهاشتاج القوي الذي حصد على 4 مليون و700 ألف هو تقريبا هاشتاج سوبر بول، يعني الذي يعني القوة، وهو الهاشتاج الموافق لما يعني فعله السيد ترامب في من خلال البان الذي كان أن يريد أن يفعله مع المسلمين المسلم بان، وأيضا بالنسبة للحائط الذي كان يريد بناءه الجدار، ربما هذا كان أقوى هاشتاج. على النقيض الآخر كان هنالك هاشتاج أيضا قوي جدا في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، ويسمى نو مسلم بان، يعني لا يوجد حظر على المسلمين، يعني هذا كان جدا الهاشتاج قوي ومتناقل سريعا، يعني خلال 7 أيام وربما أقل انتشر هذا الهاشتاج بطريقة سريعة جدا. تماما نسرين، إذا تو هاشتاج أكثر تداولا في أمريكا متعلقة بالسوبر بول وأيضا نو مسلم بان، يعني هذه الأخبار التي تناقلتها
تويتر ووسائط التواصل الاجتماعي. وفي هذا الصدد يعني أحب أن أضيف نسرين، هناك إعلان أيضا في السوبر بول 6 ثواني بـ1,000,000 دولار، إعلانات تحاكي قصص المهاجرين لأمريكا. أيضا هذا كان من صلب موضوع السوبر بول كما أشرتي، ويصل سعر 30 ثانية من الإعلان أو الدعاية المصورة أثناء المباراة النهائية في دوري كرة القدم الأمريكية كما أشرت والمعروفة بمباريات سوبر بول إلى 5 ملايين دولار. تصوري نسرين أتشارك معك هذا الخبر الذي نقلته وبعض المعلومات أيضا، يعني يعتبر إعلان الرحلة حيث تبدأ بشركة لومبر الخاصة بالبناء الأكثر إثارة للنقاش في هذا المجال بسبب تركيز الإعلان مباشرة على فكرة الهجرة كما أشرت نسرين. نعم، ربما يعني أقوى ردود أو أقوى تويت جاءت من خلال هذين الهاشتاجين ليلى. أولا هنالك من أيد وقال if you want a patriot I can be، يعني إذا كنت تريد مقاتل وشرس أنا أستطيع أن أقف معك. في مقابل ليلى كان هنالك هاشتاج جدا جميل بخصوص مو مسلم بان أطلقته إحدى الكنائس عندما كتبت على جدارها Jesus was refugee، يعني أيضا جيسوس سيدنا عيسى هو أيضا مهاجر، وهذا كان أقوى رد على هاشتاج سوبر باول بمعنى الرفض لما تقوله سيد ترامب. إذا كان هناك تفاعل كبير على تويتر نعم في مجال الهجرة وما حصل مؤخرا من أحداث متلاحقة خلال الأيام الماضية. نعم ليلى حقيقة. إذا انتقلنا إلى العالم كان هنالك هاشتاج بخصوص مس يونيفرس مارينا الذين أيدوها الكثيرين ووقفوا إلى جانبها، لكن إذا انتقلنا إلى العالم العربي ربما لن تصدقي أنه خلال 7 الأيام الماضية كان الأكثر تفاعلا هو هاشتاجات الخاصة بمباريات كرة القدم الإفريقية. وكما عودتنا ليلى كرة القدم يعني دوما تصلح ما تفسده السياسة، تجدين دوما دوما السياسة تفسد وتفرق، وسبحان الله كأنما كما يقول المثل يوضع صرف أضعف خلقه. نعم يوجد دائما كرة القدم في كرة القدم. لذلك كانت من أقوى الطرائف أنه لما فرقتنا السياسة جمعتنا كرة القدم. كرة القدم دوما جاهزة، هذا الهاشتاج جدا كان قوي. مصر الكاميرون فرقتنا السياسة كثيرا لكن جمعتنا كرة القدم وهو الأجمل، لأنك سوف تجدين تفاعل من كل العالم العربي لم تصدق ليلى، من مصر السعودية فلسطين سوريا، يعني حتى في كل الأماكن في سوريا التي يوجد فيها حرب الناس تفاعلت مع الحدث، فلسطين غزة الأردن تونس، يعني كل البلاد العربية سبحان الله حتى بمن فيها البلاد الأفريقية. يعني هذا الحدث أنا أعتبره حدث طريف لأنه في مقابل ما يعيشه العالم من كما ترين من صعوبات ومن تعقيدات أيضا هنالك أشياء لطيفة تجدين لابد أن يكون هناك فيها تفاعل، تعطي النفس قليلا من الراحة والفكاهة. نعم أيضا أريد أن أتشارك معك في هاشتاج طريف جدا لفت انتباهي البارحة نسرين، الملكية الأردنية تعتمد أيضا الكوميديا بمواجهة الرئيس دونالد ترامب كما تواردت وسائل الإعلام، وتنص إحدى إعلانات الخطوط الملكية سافر معنا إلى الولايات المتحدة مع الملكية الأردنية بينما لا يزال مسموحا لك. أما عنوان الإعلان فهو كلمة حظر صححت بالحبر لتصبح رحلة سعيدة. يعني هذا من الأمور الطريفة على تويتر التي لفتت انتباهي طبعا، فحتى يعني شركات الطيران استفادت من التويتر وهذا الجو في الولايات المتحدة الأمريكية لتزيد فعلا من يعني عزم المسافرين بعودة السفر. وأيضا خفضت من يعني هناك خبر ثاني يقول الملكية الأردنية حثت المسافرين على معاودة الطيران إلى الولايات المتحدة الأمريكية بينما تم توقيف العمل بقرار الحظر مؤقتا كما أشرت عن طريق اللجوء إلى التغريدات الطريفة حول المعضلات القانونية التي يمر بها الرئيس دونالد ترامب. إذن تفاعل
الجميع عالميا حول هذه الأحداث في تويتر وحلقات التواصل الاجتماعي. هل هناك أيضا ما نضيفه هذا الصباح في أول حلقة نسرين هاشتاج صباح الخير عرب أمريكا؟ يعني الآن لا أستطيع أن أضيف شيئا أكثر، كانت هذه هي أكثر التغريدات سخونة على التويتر، لكن فعلا ليلى أستطيع أن أقول لك بأن موضوع اللاجئين أخذ ضجة إعلامية كبيرة، السوشيال ميديا ساعدت جدا في تناقله، وربما أنا أستطيع أن أقول أن لولا السوشيال ميديا لما كان هنالك تفاعل في داخل الولايات المتحدة، ولما رأينا أيضا هنالك تضامنات تقف مع المهاجرين لتحث السيد دونالد ترامب على العودة عن قرار هذا. أشكرك جزيل الشكر الصحفية نسرين حلس، وطبعا نتمنى على مستمعينا متابعتك على صباح الخير هاشتاج صباح الخير عرب أمريكا صباح كل يوم اثنين على تويتر، كونوا معنا دائما وأكثر الهاشتاج تفاعلا مع الصحفية والزميلة العزيزة نسرين حلس. إلى اللقاء نسرين، تحياتي لك ولكل متابعيك ومن تابع فقرتك هذا الصباح. نشكرك جزيل الشكر، من أوكلاهوما كانت معنا الزميلة نسرين حلس. شكرا لك ليلى، شكرا لك. إلى لقاء نسرين.